اهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا الفيديو اللي نخصو اليوم لسكينة القرشاوي لاعبه المنتخب الفرنسي للسيدات واللي تاهلت لحساب المغرب بدون ان تفرح في اي هدف. بنت من اصول مغربيه من عائله مغربيه اصيله الى امازيغيه، هاجروا والديها لفرنسا في الثمانينيات واشتغلوا كعمال في المزارع. الآن هما في لا روتريت دي، ما بقاوش خدامين، وكانوا 11 الولد وبنت. وسكينة لعبت كرة ولات بطلة فرنسية، ولات لاعبة أساسية في المنتخب الفرنسي منذ سنين، منذ 2016. الوقت اللي المنتخب المغربي في 2016 كان فريق ضعيف، ينهزموا بحصص ثقيلة مع فرق إفريقيا، ما كانش في المستوى الحالي، وبالتالي لم أفهم الانتقادات الكبيرة اللي توجهت لسكينة القرشاوي، علما أنها تتلعب مع منتخب فرنسا منذ 7 سنوات، وقبل ذلك لعبت مع منتخبات العمر السنية الصغيرة، يعني منذ ذهابها إلى مونبولي في 2012 عن عمر لا يتجاوز 15 سنة. اللعبات بدات في ميراماس في النادي ديال المدينة ديالها اللي تبعد على مارسيليا ب 30 كيلومتر، ومنذ ذلك جلست سنتين في الثانية عشرة سنة كانت ساكنة قشاوي في مركز تكوين نادي مونبولي الفرنسي، وطلعت للفريق الأول وسنها لا يتجاوز 16 سنة، أي في 2013-2014 في مارك مونبولي، ولعبت في مونبولي 8 ديال السنوات، وتم المنافسة عليها المنتخب الفرنسي في 2016، ولعبات كذلك في منتخب يعني الرديف ديال فرنسا في بطولة إفريقيا في بطولة أوروبا للاعبين، يعني اللاعبين ديال الرديف. بعد ذلك تمت المنافسة عليها الكأس، لعبات ليجا الألعاب الأولمبية، لعبات كأس أوروبا الأمم، لعبات كأس العالم، تلعب كأس العالم الثانية ضد المغرب في هذه السنة في أستراليا. كان قناة فرنسية دارت عليها روبورتاج شامل في وسط العائلة ديالها، ورجعوا معها المدينة ديال الطفولة ودوزوا الأجواء العائلية الحقيقية ديال ساكنة القرشاوي. وخلال هذا الروبورتاج خلينا بعض اللقطات المهمة من هذا الروبورتاج من داخل العائلة وندوزوها لكم اليوم باش تعرفوا مدى تشبث هذه العائلة بمغربيتهم وبأصولهم. هذا ولهذا ما يمكنناش ننتقدوا فتاة تلعب مع منتخب فرنسا منذ سنين وبينات تعلقها بالمغرب، في أي ندوة دازت تقول أنا فخورة بأصول المغربية، كانت وراء التمرير الهدف الأول ولم تحرك ساكنة نهائيا، لم تفرح في أي هدف ضد المغرب، وبالتالي ما تتشوف المسار لهذه الفتاة المغربية الجميلة والمجتهدة من كل كي تشجعها وبتشجيعها تشجع منتخب فرنسا، لأن منتخب فرنسا بغينا ولا كرهنا بغض النظر عن المشاكل السياسية الحالية بين المغرب وفرنسا، منتخب الجامعة الفرنسية كونت ناس 7 لاعبات حاليا في عند اللابوآت، وبالتالي ما يمكنناش نكرهوا منتخب كرة القدم فرنسا لأنه انتصر علينا ولا لأن مشاكل سياسية مع البلد حاليا، خصوصا منتخب فرنسا فيه مغربية مهمة أساسية تتلعب شحال مرة عميدة ديال الفريق، ظهيرة يسرى منذ أن وطأت رجليها المنتخب الفرنسي رسمية. يعني بعد تشوفوا هذا الروبورتاج تفهموا وتكلموا فيه بشوية بشوية تفهموا علاش أنا سأشجع منتخب فرنسا من ابتداء من ربع النهائي ضد أستراليا، لأن فيه ساكنة القرشاوي وأنا فخور بساكنة القرشاوي وأحب ساكنة القرشاوي، لأن بالنسبة لي مغربية، كاين بزاف ديال المغاربة تيخدموا خارج الوطن، بزاف المغاربة تيخدموا في شركات وطنية في دول أخرى، لأن ما عندهمش الفرصة ديال العمل في المغرب، وبالتالي في 2016
سكينة القشاوي ما كانش عندها الفرصة ديال اللعب مع المنتخب الوطني المغربي ديك الساعة. تنظر الجامعة ما كانش قاعد يدير سكوتين البنات، وبالتالي حتى واحد ما دق عليها ديجا. والمنتخب المغربي آنذاك ما كانش في المستوى العالمي اللي وصلوا الآن، واللي من خلاله بزاف ديال الفتيات الفرنسيات يبداو يلعبوا مع المنتخب الوطني الفرنسيات ذوي الأصول المغربية، يبداو يلعبوا مع المنتخب المغربي. أنا لا أشك في ذلك، لما تتولي عندك مستوى كبير كل شيء تيبغي يلعب معاك، هذا الشيء واقعي. وبالتالي الانتقادات الموجهة لسكينة قرشاوي لا معنى لها بكل صراحة، لا معنى لها. نشوفوا الروبورتاج. Leurs essentielles communes à toutes les joueuses comme Sakina Karchaoui. Ça va ma chérie? Ça va et toi? Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Fais un bisou? Fais un bisou tata? Non, toi un bisou tata. Chez elle à Miramas, là où elle a grandi, pour retrouver ses proches. دابا بالله عليكم هذه الاجواء واش يمكن تكون فرنسيه؟ هذه الاجواء داخله عند عائله مغربيه كلاسيكيه اصيله امازيغيه، تشرب اتاي والحلوه وكرزال وغريبه في جو عائلي في صالون مغربي بالصوفة، جو عائلي محض تيتجمعوا بيناتهم. بعد تشوفوا الاب ديالها والام ديالها مازال تعرفوا ديك الفرنساويه بزاف، رغم تواجدهم في فرنسا منذ 40 سنه كجل الجاليه ديالنا في فرنسا اللي مشات بكري، واللي الان لا جينيراسيون كاتيغوري 3 ولا 4 جينيراسيون بداو يديروا الفرنساويه بحال الفرنساويين، شي عالي اللي خلقوا وترباو ومشاو للمدرسه في فرنسا وبالتالي بداو يديروا الفرنساويه. دونك ما يمكنناش نقولوا علاش. Origine berbère sont arrivés en France dans les années 80. En fait, on jouait au quartier avec ma meilleure amie, qui est sa fille, sa belle Shanima. On foutait tout le temps, on était avec les garçons, tout ça. Et un jour, quelques mois après, il nous a forcé. Il nous a inscrit de force. Du coup, ben, on voulait pas y aller. On allait aux entraînements, mais en fait, on allait jouer avec les garçons dans le quartier et tout. Il nous a démonté, il a dit, moi, je vous paye une licence et tout, vous y allez maintenant et tout. Et puis ce jour-là, on faisait qu'aller aux entraînements et on s'est régalé. Et après, on a pris du plaisir à jouer en club. C'est ta préférée. Hein. Non, c'est la base. C'est beau. Après, un jour, j'espère que ce sera mon tour. Le lendemain, elle nous emmène dans le quartier de son enfance. روبورتاج روبورتاج يعني الملخص للروبورتاج اللي ترجمت لكم، هي تتمنى ككل سيدات العالم تبني عائله، ولكن ماشي الان، لان مازال عندها مسيره كرويه اللي خصها تنجحها، ولكن تتمنى من اعماق قلبها باش يكون عندها اطفال، لان كاين اطفال بزاف عند خوتها، وبالتالي العائله الكبيره عائله مغربيه محضه. نشوفوا منين مشى معاها طاقم التلفازي الى مدينه ميراماس اللي جات بعد 30 كيلومتر على مارسي. ميراماس à 30 كيلومتر de Marseille. Moi mon bâtiment il était là, il n'y est plus. Tous venus pour la destruction et c'était comme si on nous arrachait quelque chose quoi. C'était tout le monde pleurait. Et franchement en fait c'était une galère positive. C'est compliqué quoi, à expliquer. C'est là en fait où il y a des valeurs qui se créent. Il y a des valeurs, il y a de la solidarité. Je me rappelle, on allait à la supérette. On achetait un chewing-gum, on pouvait se partager à six, quoi. Vraiment, c'est grâce à ça que j'ai eu des valeurs très forgées que j'ai encore actuellement. Là, c'était vraiment le terrain du seum. Personne ne voulait perdre, tout le monde voulait gagner. T'es zéro, la hache. Oh, ça joue, les filles. Même chez les Karchaouis, les filles, elles jouent. Bah, surtout chez... Vous avez vu? Sans Sakina, vous êtes meilleurs que les garçons. Ils nous ont trop sous-estimés. On a joué sur Quanta parce que... Dans les 4 lèvres, le Kouala, le Falhan, le Zaf... C'est de l'émotion. C'est de l'émotion, c'est...
شوف هاد الاب ديالها، شوف هاد الاب ديالها كيفاش تيتكلم، ما بقاش يتكلم الفرنسيه، كانوا مجبرين باش يترجموا بالعربيه، هما باش يترجموا العربيه ديالو الفرنسيه، المشاعر ديالو تغلبات وما بقاش يتكلم بسهوله. نشوفوا الام عجبني الحال بزاف، عجبني الحال بزاف بزاف. هاوي تيجور باسكو لي كوماسي لي بالو سان كان سيزا تيجور ترانكي تيجور ساج تيجور ساج. وي لي ترافاي بيان على ليكول، لي ترافاي بيان على لا ميزون، لي دوفوار توت سا كارشاوي. Elle travaille bien à l'école, elle travaille bien à... Elle travaille bien à l'école, elle travaille bien à la maison. Quand Mouchahid a bzaf, c'est qu'il a Kershawi, ou fait une sortage de Sana, ou un sortage de Sana, c'est le bac de la ES, le bac de l'Artisad, ou très de Koun, je suis le Mouhid d'Ariadia, je suis le Moudari Bariadia, le Moustakbel, et il ben Skrat Kadalik. ماشي لعبات كرة فقط. برافو، يعني مثال وقدوة للفتاة المغربية، هذا واقع. dernier match de préparation avant l'annonce de la liste définitive face au Dan d'inscrire un cinquième but. Soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Mais effectivement, les joueuses vont l'apprendre ce soir. Corinne, c'est top. Sakina Kershawi. Sakina Kershawi, كانت في لائحة كأس العالم 2019 اللي كانت لعبات بفرنسا، واللي من خلالها المنتخب الفرنسي تقصى في ربع النهائي مع بطل العالم بعد ذلك. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بجوج الواحد. بعد ذلك شاركت سكينة قشاوي كذلك السنة الماضية في كأس أوروبا الأمم في أنجلترا، ونازمو في نصف النهائي مع أنجلترا جوج الواحد، والآن تتشارك لكأس العالم، كأس العالم الثانية ديالها في أستراليا، والآن بحالة ربع النهائي وتلعب مع أستراليا، وتتمنى على الله باش تمشي بعيد سكينة القرشاوي، الفتاة المغربية أحب من أحب وكريم من كريه، الفتاة اللي عندها جوج جنسيات بحال بزاف ديال اللاعبين المغاربة، واللي النهار الأول تنادى على المنتخب فرنسا الكبار، ولعبات لأن ذاك الساعات كانت كرة القدم النسوية مازال ما بدات التطور ديالها في المغرب، ف يعني حظ سعيد لسكينة القرشاوي. وكما كان الحال نحن فخورون بك. إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. إلى اللقاء.